هنا ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اتفضلي يا هنا. برحب بيك زميلي احمد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. احنا دلوقتي داخل حفل توقيع بروتوكول استراتيجي طبعا للشراكه بين شركه استادات الوطنيه وشركه البريد المصري للاستثمار، اللي طبعا هيعمل نقله كبيره جدا في مجال الاستثمار الرياضي في مصر. طبعا زي ما قلت معي في هذه اللحظات نجم النادي الاهلي كابتن هاني رمزي. برحب بحضرتك طبعا في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اعرف بقى ايه راي حضرتك في البروتوكول اللي هيتم امضائه اليوم. والله طبعا حاجة عظيمة، اولا طبعا بنقول مبروك لكل من ينتمي للمنظومة الرياضية في مصر. اعتقد دي الشراكة طبعا ما بين شركة استادات الوطنية وشركة كمان البريد المصري هي شراكة مميزة جدا. ليه شراكة مميزة؟ اعتقادي الشخصي ده اول بروجكت على مستوى الدولة بالاستثمار الرياضي الحقيقي. احنا دايما كنا بنقول عايزين تقدم في كل المستويات، كلنا عارفين ان الرياضة بتمثل جزء كبير جدا جدا من تقدم البلاد كتيرة جدا، وطبعا مصر بلدنا من خلال طبعا الإدارة على مستوى الوزارات كلها طبعا الرياضة جزء كبير جدا من حياتنا. فأعتقد الاستثمار الرياضي وخاصة كمان الاستثمار في كرة القدم شراكة مهمة جدا جدا عن طريق طبعا شركة استادات الوطنية، اللي بصراحة يمكن إن شاء الله الناس هتحس بدوت خلال الأشهر والسنين القليلة اللي جاية. هنلاقي فعلا استثمار رياضي يليق باسم مصر اللي كان متأخر بقاله سنين كتير قوي. حضرتك يا كابتن شايف ازاي بروتوكول زي النهارده هيفرق في الرياضه المصريه، خصوصا ان احنا شايفين الحقيقه اهتمام كبير جدا من الدوله وابنائها في الاونه الاخيره بالرياضه؟ ما فيش شك طبعا البريد المصري ده شريك وطني كمان، وكل المنظومه منظومه وطنيه من الدرجه الاولى. اكيد هيضيف بشكل كبير جدا. هو مش سبونسر عشان الناس ما تفهمش غلط، هو شريك، وكلمه شريك ديت شريك في كل حاجه، يعني هيكون متواجد في كل المحافل على مستوى التنظيمات، على مستوى المسابقات، على مستوى كمان ان شاء الله هيكون على مستوى كره القدم اللي بيهم الناس كمان، ان هيلاقوا حاجه ان شاء الله بإذن الله تليق باسم مصر على مستوى الرياضة وخاصة كرة القدم، على مستوى تنظيم، على مستوى اكتشاف الموهوبين. واللي ادانا الدفعة دي أكيد محمد صلاح وتألقه الفترة اللي فاتت، بيقول ان مصر ولاده، مصر عندها نجوم، مصر عندها مواهب كتيره جدا جدا، وده اللي بتقوم بيه شركه استادات من خلال طبعا اكاديميات سيتي كلاب المتواجده دلوقتي في مصر. بنقوم بدوت بشكل اكتر من رائع على مستوى احترافي، على مستوى تقدري تقولي على المستوى نقدر بيه نخرج عناصر ولعيبة محترفة، وخاصة أنا بتكلم على مجال كرة القدم. لكن هذا المشروع كمان استادات مش كرة قدم بس، على كل الرياضات الموجودة زي ما أنت قلتي. يمكن الدولة المصرية بتهتم كثيرا جدا جدا بالرياضة، وهو جزء مهم جدا في حياة كل الناس. يعني طبعا حضرتك أحد نجوم مجال الرياضة، إيه الرسالة بقى اللي تحب توجهها بعد طبعا بروتوكول اليوم واللي هيعمل نقلة كبيرة جدا في مجال الرياضة؟ بقول مبروك طبعا، مبروك لشركة السادات، مبروك للبريد المصري، مبروك لينا كمصريين. أنا زي ما بقولك بدأت أنا كمان أعيش حلم، كنت أتمنى أنا يعني عشت 14-15 سنة في أوروبا وكنت شايف الناس دي شغالة إزاي. فبقول بلدنا بدأت تحط رجليها على الطريق الصحيح. مصر دلوقتي على مستوى الاستثمار الرياضي إن شاء الله على بداية طريق، لسه في شغل كبير جدا، لكن كمان على مستوى وده بينعكس على ثقافة الشعب ما فيش شك. ودي الرسالة الأهم اللي الدولة بتحب تنقلها، إن الرياضة بتحسن من سلوكنا بشكل كبير جدا، بتزيد عملية الإنتاج بشكل كبير جدا. فبقول مبروك لكل فرد متواجد من شركة استادات، وبالتوفيق الفترة اللي جاية إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا، شكرا جزيلا. يعني ده كان لقائي طبعا مع نجم النادي الأهلي كابتن هاني رمزي. هنكون مستمرين معاكم في لقاءات حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي. الآن العودة ليك يا أحمد مرة تانية في الاستوديو. شكرا جزيلا زميلة عزيزة هنا أبو القاسم من داخل يمكن واحد من الفنادق، فنادق القاهرة طبعا اللي بيستضيف